كنت داير ضغط على نفسي على راسي، لان ما يمكنش الى في حاله لا قدر الله وكانت كان الاقصاء كنت غنكون انا هو المسؤول، لان الجمهور البركاني ولا تيشوف داك الفريق القوي، الفريق الكبير، الفريق اللي خصو يمشي ابعد ما يمكن. ولكن الحمد لله على هذا التاهل. هذا الشوط الاول كما شفتوا ضغطنا من انطلاق المباراه وحنا ضاغطين، حتى سجلنا الهدف الاول الثاني والثالث. كنت كنصلي العشاء جيت لقيت 3-1، ما عرفتش انا الهدف ما شفتوش كيفاش تسجل لينا. اذا فالحمد لله اللاعبين رجعوا في المباراه، سجلنا الرابع سجلنا الخامس. كان بامكاننا نسجلوا اكثر ما يتسجل علينا، ولكن الحمد لله على هذه المره اخرى على هذه النتيجه هذه. وكنشكر بالمناسبه الجمهور البركاني اللي حقيقة كان عنده واحد دور كبير في هذا الفوز هذا والتأهل هذا، وكان باسم جميع مكونات نادي البركان تنطلب منه انه في اي مقابلة يبقى يحضر معنا، لان ما بقاش هذا فريق نادي البركان ديال هذه 4 سنوات ولا 5 سنوات. الفريق الحمد لله ولا عنده طموح كبر، لازم يكون حاضر معنا في جميع المباريات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.